السلام عليكم سكند وان، هنكمل مع بعض حل المودل اكزامز. نبدأ هنا اكزام 6. A body of mass 2 kilogram was tied to a rope to rotate in horizontal circular path of radius 1.6 meter. كده معايا الماس 2 والراديوس 1.6 to make 4 revolution in 1 second. عندي number of revolution وعندي time 1 second. عايز التانجنشال فلوس. طبعا انت هنا التانجنشال فلوس اللي هي الرول بتاعتك ايه؟ v equal 2 by r على t. معاك ال r ومعاك ال number of revolution. طيب انا عايز اجيب ال t بقى، يبقى ال t طبعا احنا كنا بنحسبها ازاي؟ total time over ال number، يعني 1 over 4. يبقى ال time بتاعي 1 over 4. يبقى ال v equal 2 ال باي بتاعتي طبعا هندخلها على الكالكليتر، وال r عندنا كام؟ عندنا 1.6 divided the time اللي هي 1 over 4. ندخل طبعا كل ده على الكالكليتر، يبقى 2 by 1.6 divided 1 over 4. هتطلع لي فيلوستي كام؟ 40.22 تقريبا او 40.19. طبعا هنا لازم نستخدم الباي ب 3.14، انا دخلتها ب 22 over 7 عشان كده طلعت لي 40.22، لكن هي طبعا لو استخدمنا 3.14 هتطلع لي 40.19. طيب ايه بقى الماس موقعها من الاعراب؟ من الاعراب ما لهاش موقع من الاعراب. يبقى انا كده احيانا ممكن يكون مديك جيفن كده عشان نلخبطك. الماس هستخدمها لو انا محتاج اجيب مثلا ايه الفورس. A body of mass 2 kilogram falls freely، يبقى كده في انيشال عندي بزيرو، from rest at a certain height of moon's surface. So if momentum after 1 second from the moment of its fall equal. هو عايزك تحسب المومنتم بعد 1 second من free fall. كده انا ايه؟ وقعت. يبقى v initial هنا 0. v final هتحسبها بعد time ايه؟ بعد time 1 second. تمام؟ طيب يبقى انا كده محتاج اجيب v final. فانا عندي v initial وعندي ال time وعندي طبعا الايه؟ ال acceleration مديها لي كام؟ 1.6 لان انا على المون مش على الايرث. يبقى عندي v initial وعندي time وعندي accelerate gravity وعندي v final. انا محتاج اجيب v final، يبقى انا لازم اجيب acceleration ايه؟ لازم الاول اجيب ال اجيب طبعا انا كده هستخدم الايه؟ ال first equation اللي هي v final equal v initial plus gt. v final 0 يبقى كده sorry v initial 0 يبقى v final equal ايه؟ ال time عندي 1 وال acceleration ايه؟ 1.6. يبقى انا عندي ال acceleration اللي sorry ال v final 1.6. اروح اعمل ايه بقى؟ المومنتم ايكوال ام في. ام مديها لي بكام؟ مديها لي ب 2 والفي بكام؟ ب 1.6. يبقى دي المومنتم لما يوصل او المومنتم بعد تايم ايه؟ بعد تايم 1 يبقى 2 باي 1.6 هتبقى 3.2. If we imagine the contraction of planet Mars gradually. contraction يعني الفوليوم بتاعه بيصغر، يعني الراديوس بيقل. while its mass kept constant. يبقى انا كده عندي ايه؟ انا كده عندي الماس ثابته. يبقى انا كده عندي الجرافيتي مع الايه؟ مع الراديوس انفرسيليش. يبقى انا كده لو الراديوس ديكريزز يبقى الجرافيتي ايه؟ انكريز. يبقى هنا هقول ان الجرافيتي بتاعت مارس انكريز بيكوز اكسلريشن ديو تو جرافيتي انفرسلي بروبورشنال تو سكوير اوف ايه؟ اوف ديستانس. the ratio of acceleration by which body of mass 4 kilogram move to acceleration by which body of mass 16 kilogram when acted upon by the same force. لما يبقى نفس الفورس، يعني عندك m1a1 equal m2a2، الفورس واحده. طيب هنا بقى بيقول لي عندي ايه؟ البادي بتاع الماس، الماس بتاعت البادي الاول 4 والاكسلريشن تو اكسلريشن باي كام؟ باي هو عايز الايه؟ طيب هنا a1 مش عارف، والبادي الثاني 16 الماس بتاعته، والاي 2 مش عارف. يبقى انا كده هعمل ايه؟ a1 over a2. طبعا a1 اجيب دي هنا، يبقى انا كده ايه؟ هتبقى ايكوال، هودي الفور هنا، يبقى ايه؟ يبقى 16 over 4 يعني 4 to 1. in opposite figure a body of mass 5 kilogram is placed on horizontal plane if a force of 40 newton acted upon it to move it from rest. هتمشي كام؟ displacement 4.5 from point A to point B and frictional force 15. طب تعالوا طلع كده احنا عندنا ايه؟ هو البادي بيتحرك displacement بتاعته في الاتجاه ده والفورس بتاعته في الاتجاه ده، يبقى هو عندي والانجل بينهم ايه؟ 65.
طيب والديسبليسمنت اللي مشاه كام؟ 4.5 متر. انا طبعا هنا ايه؟ انا طبعا عندي الفورس اللي بتحرك بيها هنا، يبقى انا عشان اتحرك على الهوريزونتال يبقى انا عايز الفورس هنا تبقى اف كوزين ايه؟ كوزين 65. يبقى انا كده هجيب الاف اكس بتاعت مين؟ بتاعت الاف دي. اوكي؟ يبقى كده ايه؟ هجيب يبقى الفورس ايكوال اف ايه؟ الفورس اللي الناحيه دي اف كوزين 65. طيب وبعدين هو بقى بيقول لي الفورس دي اللي هي كام؟ اللي هي اللي هي 40. يبقى كده عندي 40 كوزين ايه؟ 65. طيب وانا عندي فريكشن اصلا، في فريكشن فورس، يبقى انا كده لما اجي اجيب النت فورس، يبقى هجيب النت فورس ازاي؟ النت فورس هتبقى ال 40 كوزين 65 ماينس الفريكشن. في فريكشن عندك بكام؟ الفريكشن طبعا اتجاه ده، في فريكشن ب 15 نيوتن، يبقى ماينس ايه؟ ماينس ال 15 اللي هي الفريكشن، اللي انا بشتغل على الايه؟ على النت فورس. يبقى عندي 40 باي كوزين 65 ماينس 15، يبقى النت فورس عندي طلعت كام؟ طلعت 1.9. كده عندي ايه؟ النت فورس طلعت 1.9. اتاكد منها تاني قبل ما نشتغل، باي 40 هيبقى فعلا ايه؟ 1.9. يبقى النت فورس بتاعتي 1.9. طيب هو بقى عايز نحسب اصلا ايه؟ بيقول لي هنا لو انا عايز احسب هو التشويس عن فورك، يبقى تعالى نحسب الورك كده. يبقى الورك ايكوال ايه؟ اف باي ديسبليسمنت، بعد ما اف هي النت فورس بعد ما جبتها، يبقى 1.9 باي ديسبليسمنت اللي هي ايه؟ 4.5. طلع الورك بكام؟ طلع الورك ب 8 ابروكسيميتلي بوينت ايه؟ 6 جول. يبقى هنا هيجي يقول لي طبعا ان الورك ايكوال 9.6 ايه؟ جول. يبقى هيبقى تشويس بي. A resultant force of 500 newton. Resultant force بكام؟ 500 newton. Acted on a body at rest for time t till its momentum becomes 250. So the time equal ايه؟ هو مديني force ومديني momentum وعايز time. طب احنا نعمل ايه؟ ايه الريليشن بين التلاتة؟ مش احنا كنا بنقول الفورس ايكوال rate of change of momentum يعني دلتا بيعرض دلتا t. طيب هو مديني الفورس ب 500، مديني المومنتم ب 2.5، يبقى التايم هجيبه ازاي؟ يبقى انا عندي دلتا تي ايكوال المومنتم اوفر الفورس، وانا عندي المومنتم 250 والفورس 500، يبقى التايم 0.5 ايه؟ سكند. A person rotates a pocket filled with water in vertical plane، بيلف كده جردل فيه water. So the angle between the centripetal force and the centripetal acceleration in all position. طبعا هي اصلا centripetal motion بيلف كده. فانا دايما الفورس والاكسلريشن دايما واخدين نفس الدايركشن. يبقوا الاثنين نفس الدايركشن، يعني الانجل بينهم ايه؟ الانجل بينهم زيرو. يبقى الانجل بين الفورس والاكسلريشن زيرو. لكن لو قل الانجل بين الفورس والموشن او الفيلوسيتي هتبقى 90، لان دي perpendicular. Which of the following figure represent largest work done on a body acted upon by force. طيب اعلى work done، طبعا احنا عندنا هنا ايه؟ الwork done maximum work بيبقى عند ايه؟ عند angle zero، بيبقى equal force by displacement. عند angle equal ايه؟ zero، بيبقى الwork equal force by displacement. طيب الforce by displacement، يبقى انا هنا من zero ل 90 بيبقى الورك هنا ايه؟ بالبوزيتيف. لكن كل ما اروح ناحيه ال 90 الورك كده ديكريز، لان الورك عند الزيرو ماكسيمم. يبقى انا كده رايح من زيرو ل 90، يبقى الورك كده ايه؟ الورك ديكريز. يبقى انا طبعا هختار اقل انجل فيهم، لان انا عندي اصلا عند 90 الورك زيرو، فيبدا كده ايه؟ وانا جاي بقى كده الورك ايه؟ انكريز. يبقى هنا هيبقى الورك ايه؟ انكريزز او ماكسيمم بالنسبه لهنا، يعني عند انجل كام؟ 20. في الفيجر دوت displacement مع تايم جراف عايز يحسب الكينيتيك انرجي. طب انا عشان احسب الكينيتيك انرجي الرول بتاع الكينيتيك انرجي ايه؟ هاف ماس في باور 2. عندي ماس، طب اجيب الفي منين؟ اجيبها من displacement اوفر تايم. الفيلوستي ايكوال displacement اوفر تايم، يعني 15 على ايه؟ على 3 ايكوال 5. يبقى انا كده اجيب الايه؟ الكينيتيك انرجي هاف باي الماس كام؟ 10 باي السبيد باور 2، يعني 5 ايه؟ باور 2. نشوف معانا بقى كده نحسب، يبقى 5 باور 2 يعني 25 باي 10 باي هاف، يطلع لي 125 ايه؟ جول. يبقى كده عندي 125.
The opposite graph represent relation between the force وال A وال M1 by M2. So the distance between the طبعا كده دي attraction force أو mutual attraction force ما بين two bodies. هو عايز أحسب إيه؟ عايز أحسب ال distance. طبعا ال mutual attraction force بنحسبها F equal G M1 M2 divided إيه؟ divided ال R power 2. طيب هنحسب بقى إزاي؟ طبعا عندي هنا الاف على الام 1 اوفر ام، يعني انا جبت ام 1 اوفر ام 2 هنا ام 1 باي ام 2 هيبقى ال جي اوفر ايه ار باور 2. اوكي طيب نجيب بقى ايه السلوب اللي هو اف على ام 1 ام 2 كام؟ يبقى كده عندي 5، بس ناخد بالنا 5 باي 10 باور نيجاتيف 9 فوق هنا ديفايدد ايه ديفايدد 250. يبقى انا كده بجيب السلوب يبقى 5 باي 10 باور نيجاتيف 9 ديفايدد ايه 250. يبقى كده السلوب اللي هو يبقى انا كده عندي جي على ار باور 2 اللي هو السلوب بتاعي ايكوال ايه ايكوال 2 باي 10 باور نيجاتيف 11. طبعا لما اجي اجيب الار باور 2 هعمل ايه؟ يبقى الجي ديفايدد النمبر ده يجي لي 6.67 باي 10 باور نيجاتيف 11 ديفايدد 2 باور ايه 10 باور نيجاتيف 11. نعمل ايه ديفايدد ده يبقى عندي دي الرقم ده يبقى r باور 2 اخد روت للانسر هيبقى r عندي ايكوال كام؟ ايكوال 1.8 ابروكسيميتلي 3. يبقى عندي الرقم اهو. يبقى احنا عملنا ايه؟ خدنا الاف على ام 1 ام 2 ده السلوب بتاعي، فانا كده لما اجي اجيبه اهو اعمل كروس ملتي بلاينج اودي الام 1 ام 2 الناحيه الثانيه هيبقى لي من الايه؟ من الرول هيبقى لي جي على ام على ار باور 2. يبقى جي على ار باور 2 هو السلوب بتاعي. السلوب بتاعي طلع كام؟ طلع الرقم ده. طبعا بعد كده ايه يبقى هنا السلوب بتاعي لو جي على ار باور 2 ايكوال 2 باي 10 باور 11 هنعمل برضه كروس ملتي بلاينج فكده جبنا ايه؟ جبنا الار. Two bodies A و B rotate in circumference of same horizontal circle with same speed. The mass of A is double the mass of B. يبقى أنا كده عندي المعلومة بتاعتي إن الـ M A double الـ M B. So the centripetal acceleration of body A is A centripetal acceleration of body B. طبعًا إحنا عندنا هنا بيقول لي إيه؟ الـ Two bodies A and B rotate in circumference of same horizontal circle. السنتريبيتال اكسلريشن ملهاش علاقة بالماس، ملهاش علاقة بالماس. يعني السنتريبيتال اكسلريشن بنحسبها ازاي؟ A equal V باور 2 على R. يبقى انا كده عندي ال M A ال M الاكسلريشن انفرس مع ال A لو انا بحسب فورس عادي، لكن لما باجي اتكلم عن سنتريبيتال فورس وسنتريبيتال موشن وسيركلر موشن فانا ساعتها الاكسلريشن ما ملهاش دعوه بالماس ان V equal ال A equal V باور 2 على R. A car whose mass is 1000 kilogram moves uniform velocity for 100 meter on surface inclined by angle 30 to horizontal. The change in potential energy from the beginning of inclined surface to its base equal. طيب تعالى نرجع الكلام تاني. مديني ماس 1000 move with uniform velocity for 100 meter uniform velocity مش بيونيفورم فيلوستي مش قايلها لي فور ديستانس كام 400 متر ان سيرفيس ايه انكلايند يعني مايل كده باي انجل 30 تو ذا هوريزونت ذا تشينج ان بوتنشال انرجي. كده انت لازم ترسم بقى هنا هو بيمشي انكلايند على طريق مايل كده بانجل كام؟ بانجل 30 من الهوريزونت. ممكن نعملها العكس يعني ممكن نخلي دي كده ونمشي دي كده انجل 30 والمسافه اللي مشيها مايله دي بكام؟ ب 100 ايه 100 متر. طيب انا طبعا والماس مديهالي 1000 كيلوغرام. انت عشان تحسب بوتنشال انرجي محتاج تعرف هايت. في البوتنشال انرجي ما باخدش الديسبيسمنت المايله باخد الهايت. طب انا عشان اجيب الهايت هنا اجيبه منين؟ مش الهايت ده اوبوزيت؟ حلو الاوبوزيت بجيب منها ساين ولا كوزاين؟ بجيب منها ساين. يبقى ساين الثيتا اللي هي ساين 30 ايكوال الهايت اللي هو اوبوزيت على الهايبوتنيوس اللي هو ايه؟ اللي هو ال 1000. يبقى انا كده اجيب الهايت هيبقى ايه؟ هيبقى ساين 30 باي 1000. يبقى الهايت هنا هيبقى دي مش سوري دي 100 مش 1000 دي ايه 100. يبقى كده عندي ايه؟ ساين 30 باي 100 يبقى الهايت بكام؟
50 متر. طيب انا كده عايز اشتغل على هايت وعندي ماس، يبقى انا كده ما اجي اجيب البوتنشال انرجي ماس جرافيتي هايت، يبقى الماس بكام؟ 1000. الجرافيتي مديها لي بكام؟ 9.8. الهايت احنا جبناه كام؟ 50. نشتغل بقى ده كله تطلع كام؟ هتطلع 490,000 جول، يعني هنعملها طبعا ايه بالباور. هنا طلعت لي 490 باي 10 باور 3. طبعا لو انا حطيت العلامه هنا زي ما هي موجوده يبقى هودي ايه، حركت علامتين يبقى هطلع فوق الباور 2، يبقى 4.9 باي 10 باور ايه 5 جول. طبعا لو جبتها بالكيلو جول هعمل ايه باي 10 باور نيجاتيف 3، لو انا عايز احولها للكيلو. A body of mass 5 kilogram fall from height 22 gram. So دي الجرافيتي هنا. وقع من ها من ايه الماس بتاعته كام؟ 5. وقع من 100 من height 20. يبقى انا كده محتاج احسب الايه، ممكن احسب بقى الايه يبقى البوتنشال انرجي فوق بتاعته. طب تعالى نشوف الاختيارات، بيقول الكاينتيك انرجي عند height 20 ايكوال ميكانيكال، لا عند هايت 20 يعني ماكسيم هايت يعني ميكانيكال زيرو، يبقى كده هتبقى البوتنشال هي الايكوال ميكانيكال. البوتنشال انرجي اون ذا جراوند ايكوال ميكانيكال، لا يعني البوتنشال اون ذا جراوند بزيرو والميكانيكال عمرها ما تبقى زيرو. البوتنشال عند هايت 10 ايكوال هاف الميكانيكال، اه لان الميكانيكال هي البوتنشال عند هايت 20، يبقى في النص البوتنشال نص الميكانيكال والكاينتيك نص الميكانيكال، في النص الميكانيكال بتتوزع بالتساوي ما بين البوتنشال والكاينتيك. يبقى سي. A man went up his apartment on the fifth floor. راجل طلع شقته في الدور الخامس. Once on stairs and another time using elevator. مرة بالسلم ومرة بالاسانسير. Which statement is correct. نثبت ان سواء طلع بالاسانسير طلع بالسلم طلع حتى يعني وهو بيتسلق المواسير هيوصل هو نفس الهايت. طالما نفس الهايت ونفس البوتنشال انرجي. يبقى بوتنشال انرجي بيكام ايكوال ان بوست كيسز ات ذا فيفث فلور، في كل الحالات طالما طلع نفس الهايت يبقى البوتنشال ايه واحده. طيب بيقول لي هنا ان اوبوزيت جراف ريبريزنت ريليشن بتوين فيلوستي اند تايم فور ا بادي اوف ماس كام 10 فولينج فريلي فروم سيرتن هايت اون مون سيرفيس. بيقول لي الويت اون ذا مون ذا بادي الويت اوف بادي اون ذا مون. طيب انا عندي في على تي هجيب منها الايه؟ هجيب منها الجي بقى الاكسلريشن، ماشي؟ يبقى انا كده ايه الجرافيتي او الاكسلريشن على المون في اللي هي كام؟ 6.4 على 4، يبقى 6.4 ديفايدد 4 ايكوال 1.6 متر بير سكند باور 2. دي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي، لان انا 3.4 يبقى دي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي. والماس ده ل 10، هو عايز بقى الويت. الويت ايكوال ماس باي جرافيتي، يبقى 10 باي 1.6 تبقى كام؟ 16 نيوتن. A boy rotates a ball of mass 0.2 kilogram tied to rope in circular horizontal path with radius 60 centimeter with speed 2.3. The tension force in the rope. عايز احسب الايه؟ طبعا هي التنشن هنا هتبقى هي السنتريبتال فورس بتاعتي. هو ماسك حاجه وبيبط بيلف كده، يبقى التنشن هي السنتريبتال. يبقى هنا الايه السنتريبتال فورس بتاعتي او التنشن هتبقى ام في باور 2 على ايه؟ على اور. الام 0.2 والفي 2.3 باور 2 والار 60، بس لازم احولها لمتر هعمل 10 باور نيجاتيف ايه 2. خلاص كده يبقى نعمل ايه 2.3 باور 2 باي 0.2 ديفايدد 60 باي 10 باور نيجاتيف 2. هيبقى عندي السنتريبتال فورس اللي هي هتبقى التنشن 1.76 نيوتن. طبعا يعني معظم الامتحانات ما فيهاش افكار، انت ايه المفروض ان انت لو حليت كتير عارف الرولز انت بتطبق على طول، انت ماشي كده بتطبق على طول. A ball of mass 2 kilogram fall from height 20 meter on a hard plane surface and collides with it. If the ball loses 76 joule of its energy due to the collision. How fast is the ball bouncing A up? How fast عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب speed. طب تعالى نقرا الكلام تاني. الماس بتو فول من height كام؟ 20 on hard plane surface and collide with A8 وخبط في السيرفس ده.
طيب يبقى احنا كده الماكسيمم بوتنشال فوق هتبقى هي الميكانيكال، يبقى نحسب الماكسيمم بوتنشال اللي هي الميكانيكال، يبقى الميكانيكال انرجي ايكوال الماكسيمم بوتنشال عند الماكسيمم هايت دوت يبقى 2 باي 20 باي الجرافيتي بكام؟ ب 10. يبقى كده الميكانيكال انرجي عندي 2 باي 10 ب 20 باي 20 يبقى كام؟ 400 جول. يبقى دي الماكسيمم ايه ميكانيكال. طيب يبقى لما ينزل ويفقد 67 من الانرجي بتاعته، يبقى هنا بيقول لي ايه كولايد ويز ذس ايه، يبقى لما ينزل بص نازل كده لما يخبط احنا قلنا بيخبط بالايه بالماكسيمم سبيد بتاعته، يبقى على الارض الميكانيكال هي الكاينتيك، بس هو بيقول ان هو لوزز 76 جول من الايه نتيجه الخبطه دي، يبقى الانرجي اللي اتبقت لما وقع على الارض كام؟ 400 ماينس 67، دي الانرجي اللي اتبقت عندي، يبقى 400 ماينس ايه 67 هتبقى 324. يبقى كده الكاينتيك انرجي بتاعته لما خبط في الارض 324. طب الكاينتيك انرجي اللي هي ايكوال ايه؟ هاف ماس في بورت، وهو عايز بيقول لي هاو فاست، يعني عايز يحسب ايه؟ يحسب السبيد. يبقى كده عندي الايه؟ الفي باور 2 طبعا نودي ايه كل ده الناحيه الثانيه ايكوال الكاينتيك انرجي، وال 2 هتروح هنا ديفايدد ايه؟ ديفايدد الماس، يبقى في ايكوال روت 2 كاينتيك انرجي اوفر الماس. نحسب بقى الكاينتيك اللي هي بتاعتنا دي اللي هي 324 باي 2 ديفايدد الماس بكام؟ الماس ب 2 برضه، هيبقى 324 نعمل لها روت هتطلع كام؟ يبقى السبيد ايكوال 18 متر بير سكند. يبقى الفكره كلها فكره ان هو لما خبط المفروض على الارض زي ما بنقول الماكينه اللي بتحول لايه؟ كاينتيك، بس هو بيقول لي فقدت جزء من الانرجي بتاعتها نتيجه الخبطه دي، يبقى انا كده هشيل الجزء دوت من الايه؟ من التوتال ميكانيكال انرجي. An egg usually gets broken when it falls on a hard surface. لما بيضة بتنزل تخبط في hard surface بتتكسر. While it doesn't get broken when it falls on pillow. لو وقعت على مخدة مش هتتكسر. ليه بقى؟ قلنا المخدة بتزود ال time of impact. بتزود ال time فبتقلل ال force. يبقى the time taken for stopping ايه؟ هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي it gets broken because. يعني هي بقى بتتكسر ليه؟ لان التايم بيكون اقل فالفرص اكبر. طبعا احنا هو لو قال لي لو قال لي هنا لو كان السؤال بيقول لي واي ات دازنت بروك اللي هي ما اتكسرتش، يبقى ساعتها اقول له لان التايم ايه اوف ستوبنج از جريتر، لكن هو بيقول لي بروكن اتكسرت لان التايم اوف ستوبنج، يبقى ده بيتكلم عن الحاله الاولى لما اتكسرت تايم ايه تيكن فور ستوبنج از ايه از سمولر، لكن ما اتكسرتش يبقى التايم از ايه از جريتر، اتكسرت يبقى التايم سمولر فالفورس سترونجر عشان كده بتتكسر. ان اوبوزيت فيجر The object move with uniform acceleration. ماشي بأكسلريشن uniform. طيب أو عايز أحسب الأكسلريشن، عشان أحسب الأكسلريشن لازم أحسب الأول النت فورس. ماشي بيسحب الناحية دي ب 25 والناحية دي ب 20. يبقى النت فورس بكام؟ ب 25 ماينس 20 يبقى إيه؟ يبقى 5 نيوتن. طيب وإحنا عندنا الأكسلريشن هتبقى فورس أوفر الماس. فورس ب 5 والماس بكام؟ ب 2، يبقى الأكسلريشن ب 25 متر بير سكند باور 2. A body rotates in horizontal circular orbit of radius 10 over pi m if it completes one cycle through 0.5 seconds. Its tangential velocity is a. هو بيتحرك بradius 10 radius 10 over pi. Complete one cycle يعني periodic time 0.5. It's the tangential velocity is v equal 2 by r على t. طيب يبقى 2 pi والr بتاعت الايه؟ ب 10 على باي اوفر التايم 0.5، طبعا باي هتصير مع باي 2 باي 10 ب 20 ب 20 اوفر ايه هاف بكام؟ ب 40 يبقى 40. The work done on a body so that its kinetic energy was doubled، يعني كده الكينيتيك انرجي بقت 2 كينيتيك انرجي. If the speed هنا بيقول لي the work done on a body so its kinetic energy is body is doubled. If the speed of body before doing this work v1 its speed after its kinetic energy was doubled ايه؟ طبعا انا كده عايز relation ما بين ايه؟ ما بين ال speed و kinetic energy. ان ال kinetic energy directly مع ال speed power 2، لان ال kinetic energy equal half mv power 2.
يبقى انا كده عندي ايه؟ لما الكاينيتك انرجي increases double، يعني بقى عندي 2 كاينيتك انرجي، عايز السبيد مش السبيد باور 2، يبقى السبيد هتبقى روت 2 من الايه؟ من ال V1 اللي في الكاينيتك انرجي، يبقى انا كده ال V هتبقى روت V1. Attract balls occur horizontally by force 3 by 10 power 3 to move it with an acceleration 2 meter per second. Then the weight of car is equal to. طيب انا عندي الايه؟ التراك دي التنشن بتاعتها بتتحرك بتنشن فورس كام؟ 3 باي 10 باور 3. بتتحرك باكسلريشن 2. طيب انا كده ممكن استخدم دي عشان اجيب منها الايه؟ الماس. الماس ايكوال الفورس اوفر الاكسلريشن. فورس 3 باي 10 باور 3 اوفر 2. يبقى كده الايه؟ يبقى 3 باي 10 باور 3 divided 2 يعني هيبقى 1.5 by 10 power 3 كيلوغرام، دي الماس. طب والويت equal mass by gravity. الماس 1.5 by 10 power 3 والجرافيتي 10، يبقى يطلع لي كام؟ عايزينها بالباور هتبقى 1.5 by 10 power 4 نيوتن. طبعا دلوقتي بنقول ايه؟ البروبلمز عباره عن عقده بتفكها. الجيفنز اللي عندك شوف الرول اللي ممكن تستخدمها، استخدمها تجيب حاجة مفقودة، فالحاجة المفقودة دي هتحل لي الإيه؟ الحلقة المفقودة اللي عندي. A body rotate in uniform circular path of radius r r25 due to effect of centripetal force equal 4 times body's mass numerically. So the tangential velocity of the body after quarter revolution. طيب هو بيقول لي إيه؟ radius 25. وبيقول لي السنتريبيتال فورس 4 تايمز من الماس، يعني كده عندي الاف ايكوال 4 ام. طب الاف اللي هي السنتريبيتال فورس اللي هي ايه؟ اللي هي ام في باور 2 على ايه؟ على ار. يعني كده 4 ام ايكوال ام في باور 2 على ار، طير ام مع ام، يبقى انا كده عندي ايه؟ 4 ايكوال في باور 2 على ار. يبقى انت كده في باور، يبقى انت كده عايزك تحسب ايه؟ عايز تحسب الفلوست، يبقى في باور 2 ايكوال 4 r. يبقى كده عندي ايه؟ ال v باور 2 4 r ال r 25 باي 10 باور نيجاتيف 2 باي 4، يبقى ال v باور 2 عندنا هتبقى كده ايه؟ لو قلنا كده v باور 2 4 باي r، وانا طبعا عندي ال r بكام؟ او 25 باي 10 باور نيجاتيف 2، يبقى v باور 2 ايكوال 4 باي 4 يعني ايكوال 1، يبقى كده في باور 2 ب 1، يعني هي برضو بايه؟ ب 1 متر بير سكند، يبقى 1. An object begins free fall so at the momentum when its potential energy becomes less its initial potential energy. At the beginning of its fall by 100 joule its kinetic energy will be. بقول لي هنا ايه؟ هو بدأ من فوق في الفول، يبقى اتحذف من فوق، يبقى انا جاي بماكسيم بوتنشال رايح على الارض لماكسيمم ايه؟ الماكسيمم كينيتيك. هو نازل البوتنشال ديكريز والكينيتيك انكريز، اللي بيقل في البوتنشال بيروح بالكينيتيك، يعني لو البوتنشال ديكريزز 100 الكينيتيك انكريز 100. فهو بقى بيقول لي انها ايه؟ هي نقصت البوتنشال عن الانيشال بوتنشال ب 100، يبقى الكينيتيك ويل ايه؟ ويل بي ايه؟ 100. يعني كده كان عندي مثلا لو قلت الكاينيتك كانت ايه؟ البوتنشال كانت مثلا 800، فنقصت 100 بقت 700، كده ال 100 راح للكاينيتك اللي هي اصلا كانت زيرو، يبقى كده الكاينيتك هتبقى ايه؟ هتبقى 100. يعني انا كده اهو نازل من فوق مثلا 500 جول، دي البوتنشال، نزلت هنا البوتنشال نقصت، وطبعا هنا الكاينيتك زيرو، البوتنشال نقصت 100، يعني البوتنشال بقت 400، يبقى كده الكاينيتك هي اللي هتبقى ايه؟ هتبقى 100. يبقى النقص اللي حصل من البدايه كده في البوتنشال هيروح للكاينيتك، الكاينيتك مع انها كانت زيرو هتزيد 100 تبقى ايه؟ 100. If the speed of an object is doubled its kinetic energy ايه؟ السبيد دبل يعني 2 باور 2، يعني الكاينيتك انرجي ايكوال الكاينيتك انرجي دايركت مع السبيد باور 2، يبقى 2 باور 2 يبقى الكاينيتك انرجي جت ايه؟ كوادربلد، يعني هتزيد الضعف، يبقى 4 تايمز. The graph of momentum versus velocity of body is represented by المومنتم
مع الفلوستي دايركت ليشن، الاثنين مرتبطين ببعض. لما السبيد انكريزز او الفلوستي انكريزز المومنتوم انكريز، يبقى ايه؟ يبقى بي. ما ينفعش طبعا اي واحد نقول ان ده في باور 2 وده روت في وده 1 اوفر ايه، في مع بي على طول. The work done on body is negative when the force acts on body is opposite. الورك عشان يبقى نيجاتيف يبقى مثلا ايه؟ يبقى الفورس، يبقى الديسبيسمنت والفورس عكس بعض، يبقى والانجل بينهم 108، يبقى بتكون الديسبيسمنت اوبوزيت للفورس. A body makes 1 كيلوغرام ماس 1 كيلوغرام undergo uniform circular motion where it moves the distance 0.5 through an interval of time 1 second. The tangential velocity of body equal ايه؟ طب انا دلوقتي عندي الماس وعندي distance اللي هي الار. طبعا بيقول لي it moves a distance. الديستنس في فرق لما يقول لك الراديوس كذا والديستنس كذا. الديستنس دي يبقى 2 باي ار على بعضها، يعني احنا اصلا حاطين الديستنس 2 باي ار دي اللي هي السيركونفرنس بتاع السيركل. يبقى هنا هو ماشي 2 باي ار، يبقى دي 2 باي، يبقى 0.5 دي 2 باي ار على بعضها. اوكي، عشان بس ما نتلخبطش. ولما يقول لي الراديوس او الديستنس بتوين كذا يبقى كده ايه؟ الار بس. طيب وانا عندي بيقول لي ايه؟ تايم انترفال 1 سكند اللي هي البريدكت تايم. يبقى التانجنشال فيلوستي يبقى في ايكوال 2 باي ار على تي. 2 باي ار على بعضها 0.5 والتي ب 1 يبقى ايه؟ يبقى 0.5 متر بسكند. The gravitational force between two persons is F when the distance between them is D. If the distance between them becomes 3D يبقى الفورس هتبقى ايه؟ طيب انا عندي gravitational force مع الديستنس ال F انفرس مع الار بار 2. الاف عندي انفرس مع الار بار 2، يبقى هنا بيقول لي ايه؟ لما الديستنس تبقى 3 يبقى 1 اوفر 3 بار 2. 3 بار 2 يعني 9، يبقى الاف هتبقى ايه؟ هتبقى 1 اوفر 9. يبقى كده عندي الايه؟ الاف 1 اوفر 9. الار سوري الاف يعني لما الار يبقى 3 دي هتبقى الاف 1 اوفر 9. Two equal masses or two equal forces act on a body of mass 5 kilogram 1 kilogram. The second body gets accelerated twin. يبقى ال acceleration بتاع ال first كده m1 a1 equal m2 a2 m1 ب 5 و a1 a مش عارفين equal m2 ب 1 by ال acceleration بتاع ال 2 كام ب 20. يبقى كده عندي a1 equal 1 by 20 divided 5 هتبقى كام؟ 4 متر بير سكند بار 2 يبقى 4. According to Bohr model for the atomic structure, the electron orbits the nucleus in uniform circular orbit. Explain why centripetal force doesn't do work. ليه بقى centripetal force ما بتعملش work؟ لأن الفورس perpendicular to a direction of motion. يعني كده الفورس perpendicular على displacement يعني ثيتا equal 90 وكوزاين 90 equal a. زيرو، عشان كده الورك ايكوال ايه؟ زيرو. بول سلايد فروم ريست نازله كده اهو من فوق لتحت. هنا بيقول لي تراك كومبير بكومبير بوتنشال والكينيتيك انرجي الميكانيكال انرجي عند ايه؟ بوينت ايه؟ عند ايه؟ عند ايه؟ عندي البوتنشال انرجي ايكوال ميكانيكال انرجي والكينيتيك انرجي ايكوال زيرو. عند البي الميكانيكال انرجي ايكوال كينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي ايكوال زيرو. طيب نكتفي في الفيديو دوت بتو مودلز ونحل تو مودلز ثانيين في الفيديو اللي جاي.